الحاج محمد يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، انا في سؤالين عندي. اتفضل يا حاج محمد. يزيد فضلك حضرتك. اول سؤال، انا حتى كان عندي شقه كبيره وبعتها، والفلوس بتاعتها اللي عشان انا كبير في السن وزعتها لاولادي الثلاثه، في اتنين خدوا جبت لهم شقق، الثالث حضرتك اكبرهم، انا لو اديته الفلوس حضرتك بيتعاطى مخدرات، فحضرتك اديله ولا ما ادالوش، او اعمل ايه التصرف؟ لان عارف ان انا الفلوس انا هفقدها، ياخدها يصرفها في المخدرات. طب حاج محمد ايه، معلش حاج محمد، لو كان ابننا العزيز ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه، لو كان مدمن ما تديلوش الفلوس. انت كده بتضره. ايوه لو اديته فلوس، لو اديته فلوس هيتمادى في هذا التعاطي. وانا نصيحتي لحضرتك حاول تقنعه بشكل او باخر لو كان كده ان هو يروح يتعالج، لان للاسف يعني مساله الادمان دي، واحنا ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل في حلقات، دي مساله مهلكه. انا قصدي بعد الشر مش لصحته بس، لا للبيت كله، للاسره كلها، لكل المحيطين بيه. الله يخليك. فحضرتك لا، ودوت ودوت ما فيهوش اي نوع من انواع الظلم، هو حد يفهمك كده. هو طبعا الشخص اللي بيدمن في بعض في اوقات كتيره بيبقى عنده احساس بالمظلوميه، هيجي يعمل هو دور الضحيه. ما تستجبش لده. ايوه. طيب السؤال الثاني بقى لو سمحت. اتفضل اتفضل يا فندم. انا استتك السؤال الثاني لو سمحت. سامع حضرتك يا حاج محمد. حضرتك انا كنت كلمت ستك قبل كده عشان انا ما شفتش بنتي ولا اعرف عنها حاجه من 31 سنه وانا عندي 75 سنه، وستك وجهت لها كلمه، اخدت بال سيادتك، ولكن هي حضرتك بتتكلم على اساس ما حدش يجيب سيرتي قدامها وان انا مت مش موجود. فحضرتك عايز اعرف السؤال، هل انا بقاطع الرحم ولا رحم هي إيه اللي بس قاطع؟ هي اللي عق حضرتك. هي اللي عق حضرتك. مهما حضرتك، انا اسف يعني. انت لازم تكون حني ولازم تكون ودود ولازم تكون كذا، بس في الاخر خالص ان ربنا جعلك انت وامها سبب في وجودها. مهما حصل، حتى انت لو قصرت، حتى انت لو حصل نوع من انواع عدم التوفيق في ان انت اخترت طريقه تربويه غير صحيحه، هي ما زالت حتى الان بنتك منسوبه اليك وتسال عنك يوم القيامه. فلابد ان هي، الله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، مش ده خلاص. طب ربنا سبحانه وتعالى جعل برك انت واجب عليها ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمها لما تيجي تتعامل مع اولادها، ولما تيجي تتعلم من الاول خالص، لما تيجي تتعامل مع مولاها تتعامل ان كل حياتها فيها نعم. لكن الشخص المتنكر لاهله ولاصله ازاي هيصل لربه؟ ولذلك دايما نقول ان المشاكل مع الاب بتوصل لمشاكل مع الرب. ولذلك يا بنتي صدقيني الحياه قصيره، مش محتاجة ان انت تجددي الامك، ومش محتاجة ان انت تقعدي تعصري في نفسك لغاية ما تنزلي بكى وتنزلي حزن وتنزلي مرار. الراجل ده كلمة منك تخليكي تصلي الى مولاكي وتصلي الى رضا مولاكي. محدش طالب منك ان انت تقولي لو هو اخطأ في حقك ان الخطأ ده كان صواب، لكن مطلوب منك ان انت تعرفي ان هو باب من ابواب رب الارباب سبحانه وتعالى، فادخلي الباب ده، وإياك إن الباب ده يغلق ولا يفتح إلى يوم القيامة.